بدأ المنقذون يستخدمون أجهزة حفر كبيرة بحثا عن جثث الضحايا، وذلك بعد أسبوع من وقوع زلزال ب6.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تايوان. وتم انتشال مزيد من الجثث في وقت مبكر من صباح هذا اليوم تحت أنقاض المجمع السكني الذي انهار في تايوان، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 93، إضافة لفقدان 31 شخصا، 91 منهم قتلوا في هذا المبنى المنهار. ويصادف اليوم يوم 7 بعد وقوع الزلزال، حيث يعتقد المحللون أن أرواح الضحايا ستعود إلى العالم الدنيوي في هذا اليوم من أجل القيام بآخر زيارة لعائلاتهم. وأقيمت مراسم تذكارية تكريما للضحايا بحضور زعيم تايوان الحليم ماي جين تشو وزعيم المنتخب تساي إين وين.